متتبعين ديالي، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم صايبت الحلوه ديال الرخامه، ولكن انا صايبتها بالمكسرات، كاع المكسرات اللي عندكم كديروهم كتجي واحد الحلوه غزاله معلكه. ونتمنى تصايبوها احبائي الكرام. انا غنقطع وحيده قدامكم، راه كتجي كتقرمل كدو في الفم، واحد المذاق واحد اللذه فيها. شوفوا احبائي الكرام، ونتمنى تعجبكم وتصايبوها ان شاء الله. ويلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش باللايكات ديالكم ولي جام لي كومونتير زوينين ديالكم، ويلا معايا تابعوني باش نصايبوا هذه الحلوه ان شاء الله. متابعي الكرام ديالي، قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، انا متاثره وكنعزي الوالدين ديال ريان، الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من طيور الجنه. راه خلانا بلا عقل بلا جسد بلا حتى شي حاجه، والله العلي العظيم انا راه كتسجلت هذا الفيديو السبت في العشيه ملي كانوا باقيين كيجبدوا فيه، ودعيت معاه باش يجبدوه ان شاء الله ويكون بصحه جيده. ولكن مالوغوزمون راه حنا تكتفنا، جات بنتي كتبكي قالت لك ماما راه مات، وانا كنجعلو من طيور الجنه ان شاء الله يا ربي، ويصبر والديه، والله يحد الباس للجميع يا رب، الله يحد الباس. مرحبا بكم، رجع الموضوع ديالنا، غادي نبداو هاد الحلوه ان شاء الله. راه زوينه اقتصاديه. انا اول حاجه غادي نديرها هي هاد الفريتوز هادي اللي عطاتني جدة انوار من الحاجة، شكرا حبيبتي، الله يحفظك ويحلك ليا يا رب. هادي غزالة، اي حاجة بغيتو ديروها تقليوها هنا. من بعد غندير معكم شي ماكلة هنايا وداكشي، راه كتقلي الكفتة الدجاج الفريت كلشي. وانا بغيت كنحمر فيها اللوز هكا والكوكاو واي حاجه كنحمرها فيها كتطلع شي حاجه غزاله. انا غنجربها قدامكم، هانتوما كنحيد هاد انا ناخذ شويه بابي الومنيوم ونقطعو ونفرشو في هذاك الكسكاس باش ما يحوفلناش شي حاجه الزيت ولا دخلت بقى لنا ديك الفلوتوز نقيه. نفرشو على الطريقه هكا ونحطو. وغادي نبداو، عندي كاس ديال الكاوكاو محمرش، وعندي كاس ديال الاكاجو، وكاس ديال اللوز، كاس ديال الجنجلان، وعندي كاس ونص ديال الكونفليكس. اي كونفليكس عندكم ديروه، المهم يكون يتقرمل تيكون زويون. هانتوما انا غادي نبدا ان شاء الله. اي حاجه عندكم مكسرات بغيتو ديروها ديروها، انا درت لكم هاد المكسرات راه كيجيو واعرين. انا غنبدا بالتحمار ديال الكاوكاو الاول، الا ما عندكمش هادي ديروهم في المقله عادي، ولا في الفران دهنهم شويه زيت وديروهم في الفران. انا غير بغيت نسهل عليكم الامور، كناخد غير شوية زيت، هانتوما راه غير نص معلقة، هانتوما يا غنديرها لربعة دقايق ولا خمسة دقايق ونرجع معاكم. هانتوما يا قريبا نحيدها، خديت واحد المول اللي يدخل الكونجيلاتور. فوالا خديت بابي كويسون، هانتوما تشوفو، شوفو كيجي محمر غزال. وغادي نسويتو ديريكت هنايا، غادي نرجع ندير نوا داكاجو تا هو، ندير معاه شوية زيت هكا غي شوية، هانتوما راك شتو ما وصلش حتى الربع. نوا داكاجو أنا غنقيدو، هانتوما تاني خليوش يتحمر بزاف. ونفس العمليه غادي نديرها اللوز، انتما كتشوفوا راه ما وصلش حتى معلقه صغيره ما وصلش. نحيد اللوز، ثاني الجنجلان ما غاداش ندير له الزيت، غادي شويه نرجع معكم، نرجع معكم نحيد الجنجلان. هذا الجنجلان مع الزيت، وهذا الكونفليكس شوفوا غير بحال يتهرسوه شويه هكا اللي بديكم، بغيتو تحطوه هكا حطوه صافي. وخلطوا هاد الخليط كله ديال المكسرات، اي مكسرات عندكم صافي، وكنستفوهم مزيان باش غيشدو لنا الحجم ديالهم. غتجي بحال الشكل ديال الملفاي، ولكن هي بالمكسرات. هانتوما على هاد الشكل هكا. دابا غادي نجيو غنصيبو الكريم كراميل. عندي هنا واحد الكاس ونص ديال السكر، على حسب المقادير اللي عندكم، ما تقيسوه ما والو، خليه حتى يدوب الراس وفي المقلة.
حركوا عين المقله هكا، ما تكسوهاش بالسباتيل، تتحسوا بيها راه صافي بدات كتذوب شويه، وحركوا ايه بشويه يا مي تحسوا بيه راه تحمر داك الكراميل. وهنا الى عندكم الكريم ليكيد ديروه، ما عندكمش ديروا الحليب، راه غيتعقد لكم ما تخافوش، ما تخافوش منه، يبقوا تحركوا راه يتقاد مره مره. هزوا على العافيه، هزوا المقله واحد المعلقه ديال الزبده، وحرشيشه الملحه، هانتوما هذاك الكراميل انا غنديرو هنايا، غنسقي به هاد المكسرات. انا كتسقيو شويه هكا، نتوما الا كانت بكثرة عندكم دوبلو المقادير. انا غندخل الثلاجة الشوكولات الكحل في الميكرووند يدوب، انا ها الشوكولات العادي ها نتوما يا على مارك ديالو، غادي ندير ربع حنايا وغادي نشوف ها نتوما يا ونديرو في الميكرووند نرجع معكم. من بعد ما داب لي الشوكولات في الميكرووند غادي نحركو مزيان، غنزيد لي وحدة ها هو ملي داب غنزيد لي وحدة جمعيقات ديال الزيت كيعطي واحد البريونس للشوكولا. ودابا غادي نشد هذيك الشوكولا ونكبها فوق منها بحال الشكل ديال الملفي بشويه باش تسقيوها كلها باش يجي ديال الوجه ديالها زويون. انا غندخل الكونجيلاتور نخليها واحد نص ساعه الكونجيلاتور، انا غنحطها هنايا باش تجيني في الزواق حيت غندير لها الشوكولا بلون، شوكولا بلون ثاني البيضه، الشوكولاته البيضاء ذوبتها ثاني في الميكرووند ها هي، ودرت معها شويه الزيت ودرت هذه القريعه. بسم الله فوالا كنزوقوها تجي واحد الحلوه غزاله. نتوما كديروا العير هكا عشوائيه، هذا هو الشكل ديالها. انا غندخلها للكونجيلاتور ثاني نخليها حتى تبرد مزيان، وغادي نطلع ديالي نرجعت معكم هانتوما هذيك الحلوه انا حيدتها من الكونجيلاتور. تجي معلكه شوفوا، ودابا غادي نرجع لها هذاك في الكويسون ديالها باش نقطعوها شوف ما شاء الله كي جات. وشدوا واحد الموس يكون ماضي، انا غنقطع بهاد المقده ديالي، نتوما شدوا موس يكون ماضي وقطعوا به بسم الله. حيت مع داك الكراميل كيلصق داك شوفوا، يحاولوا قطعوها بشويه حيدوا لها الجنيبات باش ما يخسروا لكمش حسب اللي بغيتو نتوما، بغيتوها صغيره بغيتوها كبيره قيسوا هكا، حيت داك الكراميل كيقصح شويه مع الثلاجه الكونجيلاتور خاصها يكون موس ماضي. شوفوا ما شاء الله كتجي، يعني داك الفواكه الجافه اللي درنا كلها كتقطع وكتبقى صينه. شوف صافي
صغيره كنقطعوها الشكل اللي بغيناها، بغينا نقطعوها مايلين نقطعوها انا طايم مربعات هكا. راه الصراحه كتجي فنه، كتجي غزاله، واغلبيه انا كنت كنصايبها في رمضان، كنصايبها في رمضان بزاف. الحلوه ديال الرخامه غير هي بالمكسرات، شوفوا بداك الكراميل كيجي، كتجي الشكل ديالها زويون. هانتوما يا شوفوا داك الكراميل كيبقى، يعني كتجي غزاله ما شاء الله. هانتوما ثاني نعود معكم واحده اخرى، يعني كطراسي وشحال قدو باغا تقطعوا وتقادوها بالموسيل الاولى هكا على الشكل هكا، وعاد كتوركو تقطعو. ما شاء الله، نتمنى احبائي الكرام تجربوها. شوفوا راكم تلعبوا بيها، شوفوا داك داك الكراميل كيجي مع الجنجلان لتحت، وهذيك الفواكه شوفوا كتبقى مقاده مع الشوكولا، كتجي غزاله احبائي الكرام. كما قلت لكم بغيتوها صغيره بغيتوها كبيره كما حبيتو. غادي نعد شي حد وبغيتو ديوها في شي بواطه زوينه تديوها، يعني راه غزاله. نتمنى تعجبكم احبائي الكرام، راه شي حاجه زوينه 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 ولذيذه، وكلها فيتامين، فيها المكسرات كلهم زوينين. نتمنى تجربوها، وسهله ما فيها لا فوغ ما فيها حتى حاجه، يعني راه دغيا دغيا كتوجد، تكونوا تصايبوا في غدا ولا في عشاء وتصايبوها قدامكم. انا اللي كيعجبني فيها هو الكراميل هذا، كيبقى مع الجنجلان كيجي غزال. متابعي الكرام ديالي، نسى ليا تقطع ورجع معكم. احبائي الكرام شوفوا راه 450 غرام بين مكسرات وشوكولا خرجت ليا 59 حبه ما شاء الله. هذه الحلقه الزوينه ديال هذا ملفي بالمكسرات، كتجي شي حاجه روعه وزوينه ديال تحمير الوجه احبائي الكرام. والى عجبتكم هذه الحلقه ديال هذه الحلوه ديال ملفي بالمكسرات، ما تنساونيش باللايكات ديالكم ولي جيم ولي كومونتير زوينين ديالكم ولي بارطاج. ميرسي بوكو، الى الحلقه القادمه ان شاء الله، مع السلامه.